بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك ذا الجلال والإكرام، الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، من قال الله له: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا وإياكم في أيام الله، ومع أيام الله، وفي حديث عن يوم من أيام الله وقعت فيه فاجعة عظيمة، ما مر في التاريخ كله فاجعة أشد منها ولا مصيبة أكبر منها، هي مصيبة فقد النبي صلى الله عليه وسلم. وكل مصاب فليتعز في مصابه بهذه المصيبة، إنها فقد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد الأمن لهذه الأمة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. شطر الأمن في شخصه صلى الله عليه وسلم ووجوده في الحياة الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي. فوجود صحابي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمنة، لكن فقد النبي وفقد صحابة النبي لا يبقى للأمة أمنة إلا الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وذكر الله الاستغفار في عزاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال أهل العلم: تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار ليختم به عمره فيه دليل على استحباب ختم الأعمال بالاستغفار. ألا ترون الصلاة إذا انقضت تستغفر بعدها: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والحج إذا انتهى يستغفر بعده، والصوم إذا انتهى يستغفر بعده، والزكاة إذا دفعت يستغفر بعدها، والجهاد إذا ولى المجاهدون منه يستغفرون، لأن الاستغفار بعد الأعمال الصالحة من شيم الصالحين. فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى نحبه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في وقت الضحى، وبقي مسجًّا في حجرة عائشة يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، ثلاثة أيام. ماذا حصل فيها؟ غُسِّل وكُفِّن. كيف غُسِّل؟ كيف كُفِّن؟ كيف دُفِن؟ هذا موضوعنا لهذا اليوم. لما تأكد الناس بعد خطبة أبي بكر أن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد مات، لأنه أعلن ذلك في المسجد فقال: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، تأكد الناس فعلًا أن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد مات. بدأت أعمال تغسيله وتكفينه ودفنه. كيف يغسل رسول الله؟ صحابته آل بيته اختلفوا: هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه، أو نصب الماء عليه فوق الثياب؟ كيف نكفنه؟ هل نكفنه كما نكفن موتانا، أو أن كفنا سيسقط من الجنة ليكفن فيه رسول الله؟ أين ندفنه؟ هل ندفنه في الوقيع مع الناس؟ هل ندفنه في أحد؟
أو نتركه حتى تنزل الملائكة فتحمله إلى السماء كما حمل عيسى بن مريم؟ وفي هذا الخلاف وفي تلك المعمعة يأتي محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته حفظ حديثاً عنه أن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، قبض على هذا الفراش ليحفر تحت الفراش ويدفن. كيف يغسل؟ يغسل في ثيابه. كيف يكفن؟ يكفن في ثلاث ثياب: إزار ورداء ولفافة. هكذا غسله الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. أخرج النساء، تم تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، تم تكفينه في يوم الاثنين، في اليوم الذي مات فيه، وبقي لم يدفن في نفس اليوم. لماذا؟ كيف يصلى عليه؟ هل تأتي المسلمين ويقدم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال الصلاة على الجنازة؟ لا. من الذي يصلي عليه؟ هو الإمام، وهل يصلى على الإمام؟ من الإمام الذي يصلي على الإمام؟ لا أحد. إذن كيف يصلى عليه؟ ترك في غرفته في حجرته، وصلت الأمة عليه فرادى، بدءاً بالرجال. يدخل الرجل: الله أكبر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه صلاته. ثم يخرج بعدما يسلم، ويأتي الثاني، فيوم الاثنين صلاة الرجال، ويوم الثلاثاء كله صلاة، والأربعاء فصلى الله عليه وصلت عليه الملائكة وصلى عليه الناس، الرجال أولاً ثم النساء ثم الأطفال. ولما كان يوم الأربعاء ولم يبق أحد من المسلمين إلا دخل فصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأت معالم دفنه. كيف يدفن؟ إن العرب لهم في القبور طريقتان: طريقة أهل مكة وطريقة أهل المدينة. أهل مكة يحفرون قبراً واحداً بلا لحد، ويشقون في وسطه شقاً، يجعلون الميت في الشق، والقبر وسيع، وفي أسفله شق من النص يوضع فيه الميت، ثم يغطى عليه بالأذخر وغير ذلك، ثم يدفن. هذه طريقة أهل مكة. أما طريقة أهل المدينة فيحفر القبر ثم يجعل لحد، واللحد في طرفه. أي طريقتين تعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الصحابة: اللهم اختر لنبيك. وكان في المدينة رجلان، رجل يلحد، يعني رجلان حفاران للقبور، أحدهما معروف باللحد والثاني معروف بالشق. فقالوا: اللهم اختر لنبيك. أيما الرجلين جاء أولاً حفر قبر رسول الله، فجاء الرجل الذي يتقن اللحد فحفر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل له لحداً، فعلم أن الله اختار لنبيه اللحد، فكان اللحد أفضل من الشق. فلما حفر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل فيه اللحد، أفرشوا فيه قطيفة حمراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليها، ثم وضع صلى الله عليه وسلم في قبره بعد تمام الصلاة عليه ليلة الخميس، ثم دفن صلى الله عليه وسلم. وآخر من خرج من حجرة عائشة ما حل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنس بن مالك. وكانت فاطمة تطل فتنظر إلى الصحابة وهم يدفنون والدها وحبيبها
محمد صلى الله عليه وسلم. فلما خرج أنس ينفض يديه من التراب استقبلته فاطمة قائلة له: يا أنس، كيف طابت لكم نفوسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها أنس: يا فاطمة، والله ما إن دفناه حتى أنكرنا أنفسنا، لم نكن نحن أولئك الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلت حجرة عائشة من الرجال، دخلت إليها فاطمة، عاد أنس ينظر ماذا تريد أن تفعل فاطمة رضي الله عنها، فأخذت قبضة من تراب قبر نبيها وأبيها وحبيبها صلى الله عليه وسلم، ثم شمتها وبكت. فعاد إليها أنس قائلا: يا فاطمة، أتشمين تراب القبر؟ فقالت له: ماذا علي من شم تربة أحمد؟ ألا تشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا. فبكت وأبكت أنس وقالت: ومحمدا، إلى جبريل ننعاه ومحمدا، حتى كاد أن يرتفع صوتها، فتذكرت سماع الرجال له فخفضت من صوتها وعادت إلى حجرتها وأقبلت على عبادتها وانقطعت لذكر ربها حتى وافاها الأجل بعد 6 شهور من موت نبيها صلى الله عليه وسلم. مصداقاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أن تكوني أول أهلي لحوقاً بي، أو إنك أول أهلي لحوقاً بي؟ فضحكت. دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد الناس كل يقول: من الخليفة؟ من الذي يتولى أمر المسلمين؟ الأنصار اجتمعوا وقالوا: سعد بن عبادة. لو كان سعد بن معاذ حياً لما تقدم إليه عليه أحد من الأنصار، لكنه قد مات واهتز عرش الرحمن لموته. سعد بن عبادة سيد الخزرج بلا منازع، أبو بكر الصديق سيد المهاجرين بلا منازع. فاجتمع الأنصار والمهاجرون، يقول الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. مرة يكون الأمير من الأنصار، والمرة الثانية يكون الأمير من المهاجرين. وطائفة تقول: منا الأمراء ومنكم الوزراء. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ بيد أبي بكر أمام الناس وقال: أيها الناس، أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس؟ أما صلى بكم رسول الله إماما؟ أما صلى بكم أبو بكر إماما ورسول الله حي؟ أما رضيتموه لدينكم؟ كيف لا ترضونه لدنياكم؟ أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر؟ أما علمتم أنه صاحبه في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، أبسط يدك يا أبا بكر. فبسط أبو بكر يده فبايعه عمر، ثم أقبل الصحابة الكرام أنصار ومهاجرين يبايعون أبا بكر، وما تخلف عن بيعته أحد. اجتمعت كلمة المسلمين على أبي بكر، فخطب في الناس: أيها الناس، إني قد وليت هذا الأمر ولست بأفضلكم ولا بخيركم، فالقوي منكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف منكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. ثم بدأ أبو بكر بتنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد
قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقود جيشاً من المسلمين إلى بلاد الروم، ولكن بسبب مرض النبي توقف أسامة. الصحابة كلهم يقولون لأبي بكر: يا أبا بكر، قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ارتد من العرب من ارتد، فكيف تنفذ جيش أسامة؟ المدينة تحتاج إلى رجالها ليحموها، فلو أرسلت جيش أسامة وجاءت قبائل العرب فهجمت على المدينة لهلك الناس. ماذا قال أبو بكر؟ قال: والذي نفس أبي بكر بيده، لن أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفذ جيش أسامة. يا أسامة، أستأذنك في أبي بكر، أستأذنك في عمر، يبقى عندي، عمر كان في الجيش، أستأذنك في عثمان، أستأذنك في فلان وفلان. فأخذ من الصحابة عدداً قليلاً لإدارة شؤون المدينة، ونفذ جيش أسامة، وانطلق جيش المسلمين متوجهاً نحو الشام بقيادة الحب بن الحب، أسامة بن زيد حب رسول الله ابن حب رسول الله. فقالت قبائل العرب: إن أهل المدينة في قوة عظيمة، قد أنفذوا جيشاً للشام لمقاتلة النصارى، فلن نستطيع أن نقاتلهم، ما لنا إلا الاستسلام. فانظروا بركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتصر جيش أسامة وعاد منتصراً، ولم يرجع إلى البيوت، بل فرق في جيوش صغيرة وجهت إلى القبائل المرتدة، وبدأ أبو بكر يقاتل أهل الردة، وخالفه عمر وكثير من الصحابة في البداية. قالوا: يا أبا بكر، أتقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيم الصلاة؟ فقال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقاتل المرتدين، فعاد من عاد إلى الإسلام ودفعت الزكاة، وارتد من ارتد فهزم، وقاتل الكذاب مسيلمة، مسيلمة الكذاب هو الذي ادعى النبوة في السنة التاسعة من الهجرة. جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم مسيلمة، فمسيلمة تأخر في الركب ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر، شيطان لا يستطيع أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الوفد فقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تركتم أحد في إبلكم ومتاعكم؟ قالوا: نعم، تركنا مسيلمة يخدمنا. قال: إذن سيد القوم خادمهم. وصل الخبر إلى مسيلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد القوم خادمهم، فبنى على حديث النبي فكرة النبوة. قال: إذن تعلمون أن محمدًا قال سيد القوم خادمهم؟ قالوا: بلى نعلم. قال: إذن أنا سيدكم. قالوا: شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إذن أنت سيدنا. فلما ذهبوا وعادوا ونام، جاءه شيطانه وقال له: أنت اليوم أصبحت نبياً، لست سيد فقط بل أنت نبي قومك. فقال: أنا نبيكم. فقال بعضهم: نبي من بني تميم أحب إلينا من نبي مضر. فاتبعه حمية فقالوا له: هل أنزل عليك قرآن؟ قال: نعم، وقد حفظ بعض القرآن. فقلد
سورة أو سورتين. حفظ سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. أراد أن يقلد هذه السورة، فقال: أنزلت علي سورة الفيل. قالوا: أسمعنا. قال الفيل: وما الفيل؟ وما أدراكم ما الفيل؟ له ذنب طويل وخشم مدري عنه ثقيل، إلى غير ذلك من الأباطيل. ثم أخذ يكذب عليهم وهم يضحكون منه ويعلمون أنه كذاب، حتى قال بعضهم: كذاب بني تميم أحب إلينا من صادق مضر. فارتدوا، فقاتلهم أبو بكر، أرسل إليهم حفظة القرآن 70 حافظا من الصحابة في جيش قتال مسيلمة، وتسابق الصحابة وتنافسوا في هذا الجيش ليتقربوا إلى الله بقتل هذا الكذاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر عن خروجه بعد موته. طبعا هذا الكذاب بعث رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كتب فيها: من مسيلمة نبي الله إلى محمد رسول الله، أما بعد، فإن الذي يأتيك بالوحي قد أتاني به، وإن الأرض قسمة بيني وبينك، وإن الناس مخيرون، فمن شاء فليؤمن بمسيلمة، ومن شاء فليؤمن بمحمد، والسلام. يا سلام. نعم، نصف الأرض. نعم. المهم قسم كل شيء بكيف. وصلت الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرئت عليه فغضب وقال: من يحمل رسالة رسول الله إلى مسيلمة الكذاب وله الجنة؟ فقام شاب من الأنصار عمره 15 سنة، اسمه حبيب، قال: أنا يا رسول الله. رسول يريد شخص كبير، ما قام أحد. قال: أنا يا رسول الله. قال: استأذن من والديك، فإن أذنا لك فأتي. أمه أم عمارة المجاهد المقاتل في سبيل الله، ووالده زوجها، جاء إليهما فأخبرهما الخبر، فقالت أم عمارة له: يا بني، قد اصطفاك الله واختارك، فاحمل كتاب رسول الله ولا ترجع عن دينك، وموعدنا الجنة. وقال له والده: يا بني، لو قطعك مسيلمة إربا إربا على أن تقول في رسول الله ما ليس بحق فلا تقل، واثبت على دينك ولا ترجع عنه، وموعدنا الجنة. أخذ له فرساً وأجلساه عليه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد زودته أمه بكفن. قالت له: إذا اقتربت فاخلع ملابسك والبس كفنك. أخذ الكتاب وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، أسلم تسلم، وإلى آخر الكتاب. أخذ حبيب كتاب رسول الله وانطلق نحو نجد. مسيلمة كان يقيم في مدينة الخرج جنوب الرياض. وصل تلك المنطقة، أقبل على مسيلمة، قال: هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا فتى، هل تعرف أن تقرأ؟ قال: نعم، أعرف أقرأ وأكتب. قال: افتح الكتاب وقرأ. ففتح الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، قدامه. فغضب، قال: وأنت ماذا تقول؟ قال: أنا
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأنك كذاب. قدام أصحابه فغضب، قال خذوه أضربوه بالسياط، ضربوه، ردوه، ماذا تقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وأشهد أنك كذاب. خذوا السكاكين وقطعوا لحمه أوصالًا. أخذ يقطعون اللحم ويكسرون العظم وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وأشهد أن مسيلمة كذاب، حتى لفظ أنفاسه، فكان أول من استشهد في تلك البلدة على يد مسيلمة. في عهد أبي بكر كان هناك تنافس بين اثنين على مسيلمة، أحدهما وحشي الذي قتل حمزة، قال والله لن أكفر قتلي لحمزة حبيب رسول الله عم رسول الله إلا بقتل مسيلمة عدو الله ورسوله، فهيأ حربته ليقتل بها مسيلمة، وآخر نذر قتل مسيلمة، والكل يريد أن يتقرب إلى الله بقتله، ويهز وحشي حربته التي قتل بها حمزة بن عبد المنطلب فتقع في رأس مسيلمة، فكتب له قتل مسيلمة حسنة عظيمة بعد قتل حمزة، وإن كان قتل حمزة في الشرك والجاهلية والإسلام يجب ما قبله. هكذا بدأ الصديق بعد مقتل مسيلمة بتفريق جيوشه، فأرسل جيشاً للعراق وفتحها، وجيشاً للشام وفتحها، وجيشاً لمصر وفتحها، وجيشاً لفارس وفتحها، وجيشاً لليمن وفتحها، فكانت بداية الفتوحات في عهد الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه. فصلى الله على نبينا محمد ورضي عن أبي بكر. فمن هو أبو بكر؟ أبو بكر هو عبد الله بن عثمان، هو عبد الله بن عثمان رضي الله عنه، والده أبو قحافة اسمه عثمان، وهو اسمه عبد الله، ولد بعد عام الفيل بسنتين رضي الله عنه وأرضاه، وكان صاحباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكان أيضاً صاحباً له في التجارة، وبينهما قبل البعثة أعمال تجارية وأدبية، وبينهما صداقة ومودة ومحبة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول من صدق ببعثته أبو بكر، جاءه في اليوم الذي أنزل عليه فيه الوحي فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فكان أول من دخل الإسلام من الرجال، ومن النساء كانت خديجة، ومن الأطفال كان علي، ومن الموالي كان زيد بن حارثة، فكان هؤلاء الأربع السابقون إلى الإسلام الذين لم يسبقهم أحد من جنسهم، فلم يسبق رجل أبا بكر رضي الله عنه، ولم يسبق طفل علي رضي الله عنه، ولم تسبق امرأة خديجة رضي الله عنها، ولم يسبق مولى زيد بن حارثة رضي الله عنه. أسلم أبو بكر فكان إسلامه فتحاً ونصراً مبيناً للإسلام والمسلمين. كان أبو بكر محبوباً في الجاهلية، محبوباً في الإسلام، فلما أسلم جاء في اليوم الأول بستة فدخلوا الإسلام، كلهم بشروا بالجنة، هم من العشرة المبشرين بالجنة. فعثمان بن عفان أسلم على يد أبي بكر، سعيد بن زيد أسلم على يد أبي بكر، طلحة بن عبيد الله أسلم على يد أبي بكر، أبو عبيدة بن الجراح أسلم على يد أبي بكر رضي الله عن أبي بكر وأرضاه،
وغير ذلك من الذين أسلموا على يده. أما الذين اشتراهم فأسلموا، وأما الذين اشتراهم بعدما أسلموا فإنك لن تستطيع عدهم من كثرتهم، حتى إن والده عثمان قال له: يا عبد الله، يا بني، لو أنفقت مالك في شراء رجال أشداء يحمونك وصاحبك، فنزل القرآن يجيب عن أبي بكر ويتجنبها الأتقى: الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كان أبو بكر أبيض الوجه، أبيض البشرة، نحيفاً، وكان من شدة نحافته لا يثبت عليه إزاره، ينزل منه. فلما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما تحت الكعبين في النار، حزن أبو بكر حزنا شديدا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل نحيف، وإن الإزار ينزل مني فيجر، فأخشى أن أكون ممن جر إزاره خيلا. فقال: لست منهم يا أبا بكر، لست منهم يا أبا بكر، فلو طال إزاره تحت كعبيه فإنه لا يعد ما تحت الكعبين بالنسبة لأبي بكر في النار، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر صاحب رسول الله، خرج مع النبي في جميع مواقفه، في جميع غزواته. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، ما كان أبو بكر إلا خلف ظهره كالحرس له، أو عن يمينه أو عن شماله. وذات مرة يفاجأ أبو بكر أن قريشاً أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تقتله في المسجد الحرام. أقبل أبو بكر يدفع الناس عن رسول الله، فتركوا الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبلوا على أبي بكر يضربونه حتى أغمي عليه وامتلأ وجهه بالدماء. حُمل إلى بيته يظنون أنه قد مات، طرح عند باب بيته، فتحت أمه الباب وأدخلت ولدها وأغلقت الباب. وبعد فترة من ضخ الماء عليه تنفس وأفاق، فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أماه، اذهبي إلى فاطمة بنت الخطاب فاسأليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لا يستطيع يمشي. ذهبت الأم إلى فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، كانت من السابقات إلى الإسلام، قالت لها: ما فعل رسول الله؟ قالت: من أنت؟ قالت: أنا أم أبو بكر. قالت: لا أعرف أبو بكر ولا أعرف رسول الله. قالت: إن أبا بكر بعثني إليك. قالت: من أبو بكر؟ قالت: ابني. قالت: إن شئت أن أذهب معك إلى ابنك فلا مانع. قالت: تعالي. فذهبت معها إلى ابنها الذي قد ألقي على ظهره من شدة ألم الضرب الذي حصل له، فنظر وقد تورم وجهه من الضرب الذي حصل على وجهه. قال: فاطمة، ما فعل رسول الله؟ قالت: يا أبا بكر، إن أمك تسمع. قال: ما عليك من أمي؟ قالت: هو بخير. قالت: قال يا فاطمة، خذيني مع أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحملته أمه وفاطمة يحملانه في الليل حتى أوصلاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حالك يا رسول الله؟ أنا بخير الحمد لله. ما دام أنك بخير يا رسول الله فكل مصيبة بعدك فهي جلل. يا رسول الله، ادعو الله لأمي، ادعو الله لأمي أن يهديها الله فتدخل الإسلام. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي بكر وآل أبي بكر، وارحم أبي بكر وآل أبي بكر. فهدى الله أم أبي بكر وأخوات أبي بكر، وأصبح بيت أبي بكر ليس فيه من المشركين إلا الأب أبو قحافة. أسلمت الأم وعادت بابنها، شفي الابن، وأصبحت قريش تتوعده: إذا رأيناك مرة أخرى يا أبا بكر في المسجد قتلناك،
إذا رأيناك مع محمد قتلناك. فخرج مهاجرا في سبيل الله على وجهه، فوصل إلى قرية يرأسها زعيم اسمه ابن الدغنة، فالتقى به، قال: أبو بكر سيد قومه، إلى أين تذهب؟ قال: مهاجر بديني. قال: مثلك لا يهاجر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، تعال. فرجع به ابن أبي الدغنة إلى مكة، ودخل به المسجد الحرام، وكان ابن أبي الدغنة حليف لقريش. قال: أيها الناس، ما تعدونني فيكم؟ قالوا: سيد وابن سيد. قال: ألا أما إني قد أجرت أبا بكر. قالوا: قد قبلنا إجارتك فيه. خلاص. فأصبح أبو بكر يمشي ويأتي في تحت حماية ابن الدغنة، بعد حماية الله. فلما وجد الحرية كان يأتي للمسجد فيقرأ القرآن، يسمع قريش القرآن. قالوا: يا أبا بكر، هذا الكلام هو الذي كدنا أن نقتلك، لا نريد نسمع. قالوا: يا ابن الدغنة، ما نريد نخفر ذمتك في أبي بكر، لكن يقرأ علينا هذا القرآن في المسجد، يسمعنا إياه، فليقرأ في بيته. قال: يا أبا بكر، اقرأ في بيتك. قال: طيب، أقرأ في بيتي. فبنى مسجداً بجدار بيته، جنب بيته، وأخذ يقرأ، وكان صوت أبو بكر في القرآن جميل جداً، إذا قرأ القرآن بكى وأبكى من حوله. فكان يقرأ، فكان النساء والصبيان والأطفال والرجال يستمعون له، فأسلم كثير على يد أبي بكر من قراءته. قالوا: يا أبا بكر، يا ابن الدغنة، هذا أبو بكر بنى مسجد عند بيته، صار نسانا وأطفالنا يجوا عنده، يقرأ داخل بيته، أو يرد لك، يرد لك ذمتك. فجاءه ابن أبي الدغنة، قال: يا أبا بكر، إما أن تقرأ داخل بيتك، وإما أنك ترد لي ذمتي حتى لا أفقد قريش. قال: تعال نمشي عند قريش. فمشوا عند قريش. قال ابن أبي الدغنة: يا معشر قريش، هذا أبو بكر، إما يقرأ في بيته وإما لا ذمة له عندي. قال: يا معشر قريش، قد أرجعت لابن أبي الدغنة ذمته، وأنا في ذمة الله، وسأقرأ القرآن في أرض الله، وعلى الله توكلت. قالوا: إذن ما تجرأت إلا لأن محمداً يقرأ، فسنمنع محمد. قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً يقرأ أو يصلي لأفلغن رأسه بحجر. شوي إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد، قالوا: يا أبو جهل، شوف هذا محمد ساجد صلى الله عليه وسلم، يلا جيب الحجر. فأخذ أبو جهل حجراً وجاء يريد أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه بالحجر وهو ساجد، فإذا به يرجع وراء ويسقط الحجر على قدميه ويرجع القهقرة، وتصفق قريش تضحك عليه: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: لقد رأيت جملاً هائجاً كاد أن يأكلني. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ونزل عليه جبريل: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا، لئن لم ينتهي لنسفعاً بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية. أندية قريش يدعوهم، فليدعو نادية، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه، واسجد واقترب، أسجد فالله يحميك، واقترب من الله فالله يناديك. قال أبو بكر ذات يوم: أتقتلون رجلاً يقول ربي الله؟ وهو أول من نطق بها قبل نزولها. اللهم اهدنا فيمن هديت.
اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تجعلنا من المحجوبين عنك يوم لقائك، اللهم لا تجعلنا من المحجوبين عنك عند لقائك، اللهم لا تحجبنا عنك، اللهم لا تحجب قلوبنا عن فهم كلامك، ولا تحجب أبصارنا عن النظر إلى وجهك في دار كرامتك، اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي عظيم، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تجعل وجوهنا ناظرة إلى وجهك الكريم ناظرة، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تجعل وجوهنا مسفرة ضاحكة مستبشرة، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تبيض وجوهنا عند لقائك، اللهم إنا نعوذ بك من كلمة يعتذر عنها، اللهم إنا نعوذ بك من فعلة يعتذر منها، اللهم إنا نعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن كان في سابق علمك أن ليلة القدر لم تأتي بعد فنسألك أن توفقنا لها، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم لا تجعلنا من المحرومين في هذا الشهر، اللهم لا تجعلنا من المحرومين في هذا الشهر، اللهم لا تجعل حظنا من الصيام الجوع والعطش، اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، اللهم إنا نسألك أن تتقبل صيامنا وتتقبل قيامنا وتتقبل دعاءنا وتتقبل جميع أعمالنا وأقوالنا على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، اللهم إنك إنما تتقبل من المتقين، فاجعلنا من المتقين وتقبل منا، فاجعلنا من المتقين وتقبل منا، اللهم اجعلنا من المتقين وتقبل منا، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وكانوا يتقون، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وكانوا يتقون، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وكانوا يتقون، اللهم إنا نسألك معيتك في الغيب والشهادة والرضا والغضب، اللهم إنا نسألك معيتك، اللهم كن معنا كما كنت مع موسى وهارون، اللهم كن معنا كما كنت مع موسى وهارون، اللهم كن معنا كما كنت مع موسى وهارون، اللهم كن معنا كما كنت مع النبي وأبي بكر، اللهم كن معنا كما كنت مع النبي وأبي بكر، اللهم كن معنا في جميع أحوالنا واجعلنا في جميع أحوالنا في طاعتك يا حي يا قيوم، اللهم اجعل جميع أحوالنا أحوال طاعة، اللهم اجعل جميع أحوالنا أحوال طاعة، اللهم إنا نسألك أن تجعل السجود أحب إلينا، اللهم حبب إلينا السجود وزينه في قلوبنا، وحبب إلينا القيام وزينه في قلوبنا، وحبب إلينا الصيام وزينه في قلوبنا، وحبب إلينا الصلاة وزينها في قلوبنا، وحبب إلينا الوضوء والطهارة وزينهم في قلوبنا، وحبب إلينا الإنفاق في سبيلك وزينه في قلوبنا، وحبب إلينا الدعوة وزينها في قلوبنا، وحبب إلينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزينه في قلوبنا، وحبب إلينا الجهاد وزينه في قلوبنا، وحبب إلينا سائر الأعمال التي تحبها، حبب إلينا جميع الفرائض، حبب إلينا جميع النوافل، واجعلنا من المتقربين إليك بالفرائض والنوافل حتى ترضى عنا رضا لا سخط بعده، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم أدخلنا الجنة من باب الريان واجعلنا من أهله وخاصته يا رحيم يا رحمن، اللهم إنه باب يدخل منه الصائمون والصوم لك، فاجعلنا من الصائمين، اللهم أعنا على الصوم الذي يرضيك عنا، وأعنا على الصلاة التي ترضيك عنا، وأعنا على الزكاة والصدقات التي ترضيك عنا، وأعنا على الحج والعمرة الذي يرضيك عنا، وأعنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يرضيك عنا، وأعنا على الدعوة والجهاد حتى ترضى عنا، اللهم انصر بنا دينك، وأعلي بنا كلمتك، وبلغنا مشارق أرضك ومغاربها دعاة في سبيلك، ومجاهدين في سبيلك، اللهم اجعل أنفسنا
وأموالنا في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ارفع ذكرنا وضع وزرنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وزك نفوسنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك أعمارا مديدة وأزمنة عديدة. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان القادم بإذن الله كما بلغتنا هذا رمضان، وتبلغنا ليلة القدر القادمة كما بلغتنا هذه. اللهم بلغنا ليلة القدر سنين عديدة وأزمنة مديدة، ووفقنا فيها لما تحب وترضى، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا ومن يحبنا ومن نحبه. اللهم أطعم الجياع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أطعم الجياع في كل مكان. اللهم أطعم كل بطون أمة محمد الجائعة. اللهم كل بطن جائع من المسلمين فأطعمه، وكل بدن عار من المسلمين فأكسه. اللهم أطعم جائع الأمة واكس عاريهم، وأمن خائفهم، وانصر مظلومهم، واهد ضالهم، وأصلح اللهم شأنهم. اللهم أصلح شأن المسلمين. اللهم أصلح شأن المسلمين. اللهم عليك بطغاة هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بطغاة هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نشكو إليك من سفك دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشكو إليك من سفك الدماء الطاهرة. اللهم إنا نشكو إليك من قتل الولدان والنساء والأطفال. اللهم إنا نشكوهم إليك. اللهم إنا نشكوهم إليك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أخلف هؤلاء الذين قتل أبناؤهم أو آباؤهم أو أزواجهم أو أقاربهم، أخلفهم صبرا وسلوانا يا حي يا قيوم، وجازهم بما تجازي به الصابرين. اللهم أعطهم الصلاة والرحمة التي وعدت بها الصابرين، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. اللهم أعظم صلاتك علينا ورحمتك لنا وهدايتك لنا ولأبنائنا وبناتنا وأزواجنا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة. اللهم لا يبقى خير تعلمه إلا جعلت لنا منه النصيب الأوفر والحظ الأكبر، ولا يبقى شرا تعلمه إلا صرفته عنا وصرفتنا عنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع به المسلمين أجمعين. اللهم اجعلنا لك من الذاكرين، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا منك من المقربين، واجعلنا من الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعل وجوهنا ناظرة إلى وجهك الكريم ناظرة. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا وعن والدينا ووالديهم ومن ولدوا، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إن بالقبور إخوانا لنا قد خرجوا من الدنيا. اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. أنر لهم في قبورهم، أنر لهم في قبورهم، وسع لهم في قبورهم. اللهم إن كانت قبورهم فيها عذاب عليهم فاطفئه عنهم الآن. اللهم من كان من المسلمين معذبا الآن في قبره، اللهم فخفف عنه العذاب، خفف عنه العذاب، خفف عنه العذاب، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن كان منهم منعما الآن في قبره فزد في نعيمه، فزد في نعيمه. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إذا أرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم عند الموت اجعلنا من الذين يبشرون بالروح والريحان والرب الغفور غير الغضبان. اللهم اجعلنا نسمع عند موتنا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم أمنا عند البعث. اللهم أمنا عند البعث. اللهم اجعلنا من الذين يخرجون من قبورهم وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة. اللهم اجعلنا من الذين يمرون فوق الصراط كالبرق الخاطف. اللهم اجعلنا من الزمرة الأولى تمر فوق الصراط، واجعلنا من الزمرة الأولى تدخل الجنة، واجعلنا من الزمرة الأولى تنظر إلى وجهك الكريم يا علي يا عظيم، يا علي يا كريم. إنا نحبك. اللهم إنا نحبك فزدنا حبا لك. اللهم زدنا حبا لك. اللهم زدنا حبا لك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا
إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا بحبك، اللهم أشغف قلوبنا بحبك، اللهم اجعل محبتك تخالل في قلوبنا حتى نكون لأوامرك من الممتثلين، ولنواهيك من المنتهين، ولك من المتقربين في كل وقت وحين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته. اللهم ارحم آل محمد، اللهم ارحم آل محمد، وانصر آل محمد، وانصر أمة محمد جمعا، وارحم أمة محمد جمعا، واجعل لهذه الأمة نصرا من عندك. اللهم أخرج لهذه الأمة خيرات الأرض، وأنزل على هذه الأمة بركات السماء، واجعل العاقبة لهم يا رب العالمين. اللهم إن هذه الأمة فيها فقراء فأغن فقراءها، فيها ضعفاء فقوِّ ضعفاءها، فيها مرضى فاشف مرضاها، فيها محتاجين فاقض حاجاتها. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، إنا نستودعك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ هذه الأمة من بين يديها ومن خلفها وعن أيمانها وعن شمائلها ومن فوقها، ونعيدها بك ربنا أن تغتال من تحتها. اللهم لا تسلط على أمة محمد عدوا يستأصلها، اللهم لا تسلط على أمة محمد عدوا يستأصلها، ولا تسلط على أمة محمد مرضا يستأصلها، ولا تسلط على أمة محمد بعضا منها. اللهم لا تجعل بأسهم بينهم، يا حي يا قيوم لا تجعل بأس الأمة بينها. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الأمة من بينهم سالمين، وأخرج الأمة من بينهم سالمين، وأخرج الأمة من بينهم سالمين. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى، اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى، اللهم احفظ لنا الأقصى، اللهم احفظ لنا الأقصى من أيدي اليهود، ورده إلينا ردا جميلا، إنك أنت الكريم الودود. يا ودود يا ودود يا ودود، يا مجيد يا مجيد يا مجيد، يا مبدئ يا معيد، يا مبدئ يا معيد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا البطش الشديد، يا فعالا لما يريد، يا فعالا لما يريد، يا فعالا لما يريد. نسألك بقوتك التي لا ترام، نسألك بقوتك التي لا ترام، نسألك بقوتك التي لا ترام، أن ترنا عجائب قدرتك في اليهود. اللهم رنا عجائب قدرتك فيهم وفي من كان معهم، اللهم رنا عجائب قدرتك فيهم. اللهم إنهم قد هتكوا وفتكوا وظلموا وأسرفوا، اللهم من كان معهم في ذلك فرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر ربنا منهم أحدا أبدا. خلص المسجد الأقصى من أيديهم، واجعل بأسهم مع النصارى بينهم شديد. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، واجعل بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.